صوم بزبل قيس ميتي كلهم أخ حي وثوم اسم الملك جايو روم وشالي وطرحت ورهي بين بولم شانو يوم ومن في ابن العلماء بارد شرابو خانا الخان نوري لبرصد شلوم وشحيق نبب علمو بيشوك العلولو وخذ روح من ليلوم اشتبق ندن قاون بيم بزبن حي فغذين نوشو أخلوهم بزبن قيصو ميتين كلهم أخ حي وثوم اسم الملك جايو روم وشالي طوني شمعون بوسا رؤى خالد مخو خالدة يوسف حيصة مريم سامان سالم عرب شرق سامان سالم عرب أزهار يونس القسلياس سارة سرمة ضياء حنم
ملاك مازن جوزيف كرم عمران صباح مقدسي فهد عيسى يونس القس الياس نصرك سعيد بن نانا القس بطرس أيمن صباح القس إسحاق فيرونيكا عبدالله من معشيقة. تتقدم أبرشية الموصل وطوابعها للسريان الكاثوليك بشخص راعيها الجليل المطران مار بنديكتوس يونان حنو وكهنته ومؤمنيه بالشكر والتقدير والامتنان لكل من شاركنا حزننا هذا، ونخص بالذكر صاحبي الغطة والقداسة السادة الأساقفة ورؤساء الأساقفة الآباء الخوارنة والكهنة والرهبان والراهبات، ونخص بالشكر والتقدير إلى كل من مد يد العون وخصوصا الكادر الطبي في مستشفيات الحمدانية والموصل وأربيل وتهوك في إقليم كردستان. كما ونقدم شكرنا إلى دولة رئيس الوزراء العراقي وحكومته وفخامة رئيس إقليم كردستان وجميع الفعاليات العسكرية والمدنية والدينية. ونقدم شكرنا الجزيل إلى الحكومات المحلية في الموصل وتهوك وأربيل إقليم كردستان على اهتمامهم وعنايتهم وتوفير كل شيء للمرضى والمصابين. ونقدم الشكر الجزيل للمرجعية الدينية الشيعية في النجف الأشرف والوقف السني في الموصل الذي ألغى جميع احتفالاته بمناسبة المولد النبوي الشريف تضامنا مع فاجعتنا. إخوتي وأحبائي، ليكن معلوما لديكم بأن القداس وصلاة الجناس راحة لنفس أبنائنا أبناء عرس بغداد ستكون يوم غد في كنيسة الطاهرة الكبرى، حيث سوف يترأس صاحب القبة مارناطيوس يوسف الثالث يونان
يلا اوكي يلا حبيبي تعال يعني ورا المقبره جوا يعني ورا التجمع ورا التجمع القداس الالهي الاحتفالي بتمام الساعه الثامنه صباحا كما وتقبل التعازي للرجال فقط في كنيسه مار بهنام وصار كلنا مجموعين اما النساء فيتقبلن التعازي في البيوت بالرحمه والخلود لأبنائنا شهداء عرس بغداد. لا ننسى دائما إيماننا المسيحي، إيماننا ليس بالموت لكن بالقيامة. الموت حق على الجميع، كلنا سنموت في يوم من الأيام لسبب من الأسباب، لكن إيماننا هو بالقيامة. من باتوا لم يموتوا، لكن هم انتقلوا من هذه الحياة إلى أحضان ربنا وإلهنا. المسيح قام. لا ننسى أن نشكر كل أهالينا والذين هرعوا إلى المستشفيات عندما سمعوا بحادثة لكي ما يتبرعوا بالدم والمال والمستلزمات الطبية. هذه الحادثة لن تزيدنا إلا تلاحم ووطنية مع بعضنا البعض في هذه المدينة الأبية في كل عراق الحبيب. اليوم هو نحن كلنا مع بعض من كنا مسيحيين ومسلمين وكل الديانات واليزيدية. مات طفل يزيدي في نفس القاعة مع إخوتي المسيحيين. هذا هو إيماننا وهذا هو بلدنا. معروف عن مدينة الموصل التضحيات، عن محافظة نينوى التضحيات. قبل أيام كانت العبارة قبل فترة العبارة واليوم عبارة من نوعية أخرى. مع ذلك إيماننا أعود وأقول هو بماذا؟ هو بالقيامة وليس بأي شيء آخر. هم طالعين الصورة. أيضا نشكر بالحقيقة القنصلية التركية التي تبرعت بطائرة عن نقل كل من يحتاج إلى علاج في تركيا. وأيضا هناك الكثيرين الذين اتصلوا لكي ما يعبروا عن مواساتهم وتعزيتهم. هذا يدل على شيء، يدل على ماذا؟ على التلاحم. الراحة الأبدية أعطهم يا رب. إخوتنا الأحباء، هو التضامن كل العراقيين مع قرقوش، مسيحيين مسلمين يزيديين شعب.
وخاصة أخوتنا المسلمين لأفضل الاحتفالات بمولد الإمام الشريف اللي هو احتفال ديني حدادا لهالفاجعة أو هذه العائلات الفجعة بكل معنى الكلمة. هذا التضامن أو النعمة الوطنية ما يحتاج إلى نكبة حتى نبين أو معيشة. نحن حاجة أيضا في الوضع الطبيعي إلى نعمة وطنية، إلى وحدة وطنية، يكون فريق واحد، يد واحدة لبناء بلد ديمقراطي حر، بلد ينبني على المواطنة، بلد ينبني على حقوق الإنسان وكرامته وحريته. نحن نصلي اليوم من أجل هذا الضحايا أن دمه يكون بدار لحياة جديدة لبلدنا ولمواطنينا. الراحة الأبدية يا رب ونجد أقبل يا رب، انظر يا انظر يا سيد بوجه مبتوش وبالتفاح. سامحنا عليك. سامحنا عليك. هو خادماتك الذين انتقلوا من قيود هذه الحياة الزمنية ووصلوا إليه وأوله النعمة وراحة وفرح وأضي عليه بنور نعمتك وخيراتك. يا الأب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليكون على الأرض وأعطينا خبزنا كفاءنا اليوم واغفر لنا السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله. نحن الخطأ الآن وفي ساعة موت المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى وإلى دار الدارين. أبيت كدمر المولد بحسب العشيرة مالك حسب الطبرة البيت كل واحد طبرة كل واحد طبرة أخرى لشبابنا وبناتنا والمفقودين. غدا تكون الدفنة في الساعة الثانية بعد الظهر في المقبرة أيضا في هذا المكان. غدا الدفنة تكون في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في مقبرة القيامة كما اليوم. انظر بسلام وفرح معكم دائما وابدا.
شباب شباب العالم شباب شباب العالم شباب
اي في ما ادري حسيت اي في خواتي تمام سريع شلونك حبيبي والله شو اخبارك كيفك كله اي في والله سريع حبيبي قلبي شلونك هسه كم يورد يلا حبيبي قلبي بس ثلاثه كريم اكو بعد يدي فلوس والله يا ما قد فهمي بس يدفعوا ايش في ماله دولات النهايه بعد ما هاي منو وين؟ هو ما كنت في هاي. إيه أنا فيه بس. هاي جات في النار. ولنا ما حبيبي